سيدا او كشيغة ورقات کا صوبح حفيز كيسا ايا وزير دوله وزارة ده قاديت كا يدولست محمد علي عمر عانا نوك انو سيغت حكومة سوماليا تلابا ده از عسلا ديسا ايو كشيغة حلبان عانا نوك كا دي قادم وايا سيدا او تقريفال او ده ده وزير کا وزارة ده وحو سيگارة ايدا وزير وزارة ده سي عقال isaga oo sheegay in wasaarada ay noqotay meel lagu dhibo muwaadiniinta wax uu damiirkeygu isiin waayay inaan kasii tirsanaado xafiiska lagu dulminaya muwaadiniin soomaaliyeed laguna falxumeynayo adeega iyo kalsoonida ay ummadda soomaaliyeed ayuuu yiri xildhibaan cananuug wasiiru dowlaha iscasiley ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan shaqaale kala duwan oo laga ceeriya wasaaradda kuwaas oou sheegay in ay usoo gudbiyeen cabashooyinkooda وزير نوك ايا سيدا وكو عدية قرالك وصو ساري وغهاللي اتعزيلا ديسة وقود بيا ريزة الوزارة حكومة دا سوماليا حمزة عبد برري وزير كان اتعزيلي او كسو جيدا ديگانا دا تشو بلان ايا هروي وصو ترسمي حلقة قدومي كوحيغان كوباد اي قلها شعبك انفع آذن عبدي رحان ريب مقدشو